يسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صباح سوري، وإن شاء الله أيامكم نجاح وسعادة وأمل. ويقول جون ديوي: ما من تقدم علمي كبير إلا وناتج عن جرأة جديدة للخيال. يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وصباح الخير توليب. صباح الخير آلاء، صباح الخير لكم مشاهدينا بحلقتنا الجديدة من برنامجكم. وبعد مباشرة منروح لنتابع أبرز عناوين حلقتنا لليوم. اليوم بيصادف الذكرى الثامنة لاختطاف الحقوقية السورية رزان زيتوني هي وأصدقائها. منا رح ننتقل سوا إلى اليوم الدولي لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية، ثم مع تحقيق بيئة عمل آمنة للنساء، الختام مع رهاب التحدث أمام الجمهور والتأثير على الحياة المهنية، إضافة لعدد من المواضيع المنوعة. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. رهاب التحدث أمام الجمهور مشكلة بيعاني منها بعض الأشخاص، وبتأثر على حياتهم الاجتماعية وبتكون أكثر وضوح بحياتهم المهنية. وسؤال حلقتنا لليوم مشاهدينا: في حال كنت بتعاني من مشكلة التحدث أمام الجمهور، كيف أثرت على حياتك المهنية؟ نعم ألاء، للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، ولا الوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. منذ 8 سنوات ويمثل هاليوم ومثل هذا اليوم اختفت الناشطة الحقوقية رزان زيتون، وكانت بتعيش بغوطة دمشق الشرقية. رزان اختفت هي وزوجها وائل حمادة واثنين من زملائها سميرة الخليل وناظم حمادة. نعم مشاهدينا، بعد تهجير الغوطة الشرقية لا يظهر أي أثر لرزان ولزملائها وزوجها، ما زالوا حتى اليوم مجهولي المصير. تفاصيل عن المدافعة عن حقوق الإنسان رزان زيتوني في المادة التالية. احتفلت جامعة حلب أمس بحفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة. نعم مشاهدينا، تخرج حوالي 647 طالب وطالبة باختصاصات مختلفة. طبعا بدورنا مبارك للطلاب والطالبات ولجامعة حلب بالمناطق المحررة ولجميع المنظمات التعليمية اللي ساهمت بهذا النجاح. طبعا منتابع لقطات من الحفل بالتقرير التالي ونرجع. بأميات السلامة للوطن والنهوض من جديد، هتف الخريجون الذين أنهوا دراستهم في جامعة حلب الحرة بمدينة عزاز. دفعة طلاب جديدة هي الأكبر منذ تأسيس الجامعة، احتفلوا بتخرجهم حاملين شهاداتهم في اختصاصات عدة ربما تكون أساساً للنهضة في سوريا الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحتفل جامعة حلب في المناطق المحررة اليوم
بتخريج 614 طالب وطالبة من مختلف الكليات والمعاهد، فيها اختصاصات مختلفة من الهندسات والحقوق والآداب والتربية وبقية والمعاهد، معهد الإدارة ومعهد الإعلام والمعهد الطبي باختصاصاته المختلفة. هناك صعوبات كبيرة واجهتها الجامعة خلال المرحلة السابقة حتى وصلت إلى هذا اليوم. هذه الصعوبات لم تقتصر، لم تكن عقبة في وجه الجامعة وحدها، وإنما كانت أمام الهيئة التدريسية وأهالي الطلاب، الجميع تعاونوا وتكاتفوا إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم. الخريجون بدأوا برسم أفكارهم من الآن، العمل على النهوض بواقع المناطق المحررة والسير على خطى الشهداء، كناية عن تقديم الغالي والنفيس لتحقيق أحلام أهاليهم وأبناء شعبهم في بناء وطن متطور متقدم، يصبون فيه ما تعلموه ويبنون فيه خبرات للمستقبل. الحفل كان جيد ولله الحمد، توفقنا بتكريمنا بعد 5 سنوات بالصعوبات ومرت بصعبة ومرة ما قضيت هال5 سنين وحصلنا شهادة الهندسة المعلوماتية. بهدي نجاح هذا الشهداء الثورة السورية أولا عامة والمساجين اللي هلقني بالمعتقلات اللي الله يفك أسرهم جميعا، وخاصة لشهداء أولاد عمتي الدكتور محمد عطار وأحمد عطار ووالدهم ضرار عطار. الدكتور محمد عطار اللي استشهد هو لابس هاي اللفحة، دماؤه ما زالت موجودة على هاي اللفحة، ولا نخبر الشهداء كله أنه دماؤهم غالي كثير علينا ما ممكن تنتسى. رح نشيل المشعل اللي هني بدأوا بإيقاده ونتابع فيه إن شاء الله بالنسبة في سبيل نهضة المناطق المحررة ونجاح الثورة السورية. الدفعة الثالثة من الخريجين قد ترفد المشافي والمنظمات والدوائر الرسمية في الشمال المحرر بالتخصصات المطلوبة، ما يخفف الضغط على من بقي داخل سوريا من أصحاب الخبرات في جميع المجالات. وأكيد نحن بدورنا بدنا نبارك للطلاب يلي كان حفل تخرجهم مبارح، يعني أعداد ما شاء الله، يعني أكيد نتمنى لهم قدرانين يكملوا بهاي الظروف اللي عم يمرقوا فيها، الظروف الصعبة طبعا، ونتمنى من وزارة التعليم التركية أنه تعترف بهي الشهادات لحتى يقدروا الطلاب يكملوا تعليمهم العالي إن كان بمنطقهم أو بمناطق أخرى. طبعا مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل معكم اليوم، وبعد الفاصل رح نكون مع اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية. مشاهدينا فاصل وبنرجع. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لأنها نبض المجتمع السوري ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان، وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصورة، نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزا على رأس الساعة ومفصلا بالنشرات. نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين. كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم
ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية لتكون حلب اليوم مبصلة الخبر والصورة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وموضوعنا لليوم عن رهاب التحدث أمام الجمهور وأثره على الحياة المهنية. نعم مشاهدينا، المشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، ولا الوصول مباشرة لرابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. اليوم هو اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية. التاريخ شهد العديد من جرائم الإبادة الجماعية، والتي ما زال العالم إلى هذه اللحظة يشهد ذكرى هذه الجرائم التي صنفت من قبل منظمات دولية على أنها إبادة جماعية. نعم، لكن الجرائم التي تحدث في سوريا لم يتم الاعتراف بها كإبادة جماعية على الرغم من بشاعتها. مشاهدينا خلونا نشوف المادة التالية وبنرجع لنبلش حوارنا. للحديث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع بسدنا نرحب بالمحامي عبد الناصر حوشان، عضو مجلس فرع حماة للمحامين الأحرار. أهلا وسهلا فيك سيد عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر سامعنا؟ أستاذ عبد الناصر صباح الخير. أستاذ عبد الناصر عم تسمعنا شيء؟ غالبا في مشكلة بالصوت طولي. نعم، تعقيبا على المادة اللي شفناها آلاء من الجرائم الإبادة الجماعية اللي ما اعترفت فيها المنظمات الدولية أنه هي جرائم إبادة جماعية، البوسنة والهرسك المناظر اللي شفناها واللي طبعاً واللي منعرفها طبعا يمكن من زمان. ما بعرف إذا هلأ عم يسمعنا ضيفنا. أستاذ عم تسمعنا؟ ضعيفة. سيد عبد الناصر صباح الخير. نعم أستاذ زعم. ايه تمام هلأ هيك صار منيح الوضع. صباح الخير. ألو سيد عبد الناصر، نحن سامعينك، انت سامعنا؟ صوتكم ضعيف. نعم أستاذ عبد الناصر، خلينا نبلش بالسؤال الأول. إذا عم تسمعنا، بداية شو هو سبب عدم تصنيف الجرائم التي تحدث ضد الشعب السوري جرائم إبادة جماعية؟ أستاذ بداية ما هو سبب عدم تصنيف الجرائم التي تحدث ضد الشعب السوري جرائم إبادة جماعية برأيك؟ للأسف الشديد اليوم نحن معركتنا القانونية يعني فيها ثغرات كثيرة، يعني وحتى في إحباطات وفي يعني نقول منع محاسبة النظام أو المرتكبين الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، ومنها
جريمة الإبادة الجماعية. لأن هاي الجريمة يعني يحاكم فيها أو يحاسب عليها الفاعلين الأصليين والمحرضين والشركاء وكل من دعم النظام في هذا الأمر. لذلك اليوم المنظمات الدولية كونها تدفع بشكل ما إلى يعني توازنات قوى في الدول الكبرى يتم تجاوز أو منع توصيف القانون الحقيقي للجرائم. سيد عبد الناصر، اليوم نظام الأسد اتبع بسوريا خلينا نقول مثل سياسة الأرض المحروقة، يعني وهو هذا الشيء أعلنوا على يعني على الملأ قدام الكل، يعني قدام المنظمات الدولية وقدام كافة الشعوب. ألا يعتبر هذا إبادة جماعية بحق الشعب السوري اليوم؟ يعني اليوم في عنا عدة مجازر شهدناها، مثلا مجزرة كرم الزيتون، مجزرة دارية، مجزرة الحولة، يعني مجازر عدة. يعني لما نتكلم عن جريمة يعني يفترض فينا ويقتضي الأمر أنه التعامل معها من ناحية القانون. الجريمة فيها وقائع، فيها فاعل، فيها توصيف قانوني، فيها آثار، فيها آخر الشيء الحكم والمسؤولين. لو جينا اليوم اللي عم بيصير في سوريا فعلا هو إبادة جماعية، لأنه الإبادة الجماعية ليس شيء يحدث بين ليلة وضحاها أو دون سابق انذار، إنما هي تعبر عن استراتيجية متعمدة. من علاماتها المبكرة أن تكون السلطة في البلد سلطة شمولية أو قمعية بيد فئة واحدة، أن يكون البلد في حرب أو تسوده بيئة من عدم احترام أو احترام القوانين، وهذا ما تشهده سوريا منذ انقلاب حافظ الأسد في عام 70، والمجازر والفضائع التي ارتكبها بحق السوريين في حماة وحلب وجسر الشروط وغيرها من المحافظات وقطر. ثم خلفه ابنه المجرم بشار الأسد يكمل هذه المسيرة. ما تفضلتم، كثير من الجرائم اليوم تعتبر وفق التوصيف القانوني أو وفق يعني المادة السادسة من قانون من نظام روما لمحكمة الجنائية الدولية، أو وفق أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 48، تعتبر كل الجرائم التي يرتكبها بشار الأسد وزبانيته وحلفائه هي من قبيل الإبادة الجماعية. اليوم أقول لك أنه اليوم من المستهدف ليست جماعة. اليوم لو جينا من الضحية، هنون أكثر من 12 مليون مسلم سني، منهم أكثر من مليون شهيد، منهم أكثر من 700,000 معتقل ومفقود، ومنهم كل المغتصبات، ومنهم كل الجرحى، وكل منهم معناته الاستهداف يطال هذه الفئة من السوريين اللي هن العرب السنة. أما توصيف فلان يعني مع النظام فلان كذا، إحنا اليوم عم نتعامل معها مع هذا الأمر من ناحية قانونية. الضحية، من هي الضحية؟ هل هناك من ينكر إنه هذه الضحية هن الأغلبية السنية العربية في سوريا؟ لا يمكن. اليوم والدليل استاذ عليك الأرقام والوقائع اللي عم نشوفها كل يوم. استاذ عبد الناصر، على الرغم من ارتفاع هاي الأعداد، لكن المجتمع الدولي اليوم هو خلينا نقول حط سواد قدام عيونه وما عم بيشوف. شو السبب برأيك؟ هل لأنه في خلينا نقول جهات سياسية أو قوى سياسية كبيرة واقفة مع النظام، نظام الأسد؟ أكيد أكيد. اليوم المجتمع الدولي بشكل عام إما متواطئ مع نظام بشار الأسد أو ساكت عن هذه الجرائم. طبعاً يعني اليوم إحنا يعني شئنا ما بين إحنا جزء أو الثورة السورية أو الشعب السوري صار ضحية لعبة الأمم. لعبة الأمم بتحكم فيها الخمس دول الكبرى. يعني عملياً إذا ما اتفقت هذه الدول على شيء ما حول الموضوع ما، لا يمكن إنه يتم الحل فيه. ونحن ضحية هذا الموضوع. اليوم ملف حقوق الإنسان من جرائم الإبادة وجرائم الثانية كله رهن التوافقات الدولية، وخاصة التوافق الأمريكي الروسي. والروسيا نعرف احنا عضو دائم في مجلس الأمن، عم تستخدم فيتو ولا حق النقض، كذلك الصين. هذا الأمر خلال السنوات الماضية واستخدام حق الفيتو يدل على أنه سبب عدم يعني فتح باب المحاسبة ويعني السماح للمجرمين بالفات من العقاب هو له أبعاد سياسية دولية، من خلال لأن روسيا متورطة في هذا الموضوع بهذه الجرائم، إيران متورطة بهذا الموضوع. يعني نحن دخلنا بموضوع
العدالي، عدالي يعني بنقول المظلومي من خلال تغليب المصالح السياسية على تحقيق العدالة الدولية. نعم أستاذ عبد الناصر، في مضايا جيش الأسد لغم الأرض مداخل ومخارج البلدة أيضا، بالتالي هو استهدف فئة معينة على وجه الخصوص، كيف ممكن تجريمه بالإبادة الجماعية؟ الإبادة الجماعية استهداف، هي استهداف بجماعة ما قصد تدميره جزئيا أو كليا جزئيا أو كليا، وهذا هاي النقطة اليوم سواء كان استهدف منطقة مضايا أو دارية أو ريف حماة أو أي مكان في سوريا، على هذا الأساس النظام اليوم ما يقاتلنا باسم ايش؟ باسم الأسد أو نحرق البلد، صار يقاتلنا باسم حزب البعث، صار يقاتلنا على أساس نحن إرهابيين مسلمين تكفيريين وبصنفنا أنه إحنا القاعدة وداعش وإخوان المسلمين. هذه التوصيفات اليوم على إطلاقها بالإعلام هاي دليل على أنه يستهدف الفئة معروفة، الجماعة معروفة أنه أهل السني، ما معقول اليوم يكون والله تكفيري أو قاعدة داعشي هو غير مسلمين السني بنظر العالم، يعني اليوم التكفير بمعنى أنه ضمن يعني آليات إسلامية، ضمن أدبيات إسلامية، فما معقول اليوم متهم غير يكون غير مسلم. لذلك هذا اليوم هاي الذرائع وهذا الكلام اليوم اللي عم نشوفه من النظام سواء على كلام على يعني حديث مسؤولينه أو إعلامه، هذه الحجة عليه إنه اليوم يستهدف هاي الناس لبعد تاني اللي هو على خلفية طائفية أو عرقية وخلفية سياسية أيضا. طب اليوم مين بيحدد صفات الجريمة، وألا يستطيع الشعب السوري اليوم محاكمة هذا النظام من خلال الشهادات اللي ممكن يقدمها؟ يعني اليوم مثلا في كتير أشخاص فقدوا عوائلهم أولادهم، ألا يستطيع من خلال هاي الشهادات أنه يجرموا أو خلينا نقول يشهدوا ضد هذا النظام المجرم؟ طبعا اليوم نحن من يوصف الجريمة أكيد القانون هو يحدد وصف الجريمة. الجريمة يعني دائما في أركان قانونية وأركان مادية ومعنوية. اليوم لو جينا يعني نقدم دعوة أو نقدم دعوة أمام المحاكم سواء محكمة العدل الدولية أو سواء أمام محكمة الجنائية الدولية، فنجد أن أركان جريمة الإبادة متوفرة. الدليل على ذلك أنه اليوم عنا مثل ما قلنا العمليات القتل يعني أعداد كبيرة في استهداف السني، كذلك الأمر بالنسبة للموضوع حرمان الناس من سبل عيشهم من خلال تهجير قسري. نعم. وأيضا سوء معيشة نعم للناس البقيانين لسه بمناطقه، كذلك تتوفر النية الجرمية على هذا النظام من خلال ايش؟ الاستدلال عليها من خلال يعني الوقائع والظروف، اللي بيستخدم اسلحه محرمه دوليا، اسلحه الدمار الشامل. صحيح. الدمار الشامل، ايش معنى الدمار الشامل؟ معناتها الاباده. اليوم هذه الاسلحه واستخدامها، حرق المساكن، حرق المواسم، مصادره العقارات، سرقه كل ما يملك الانسان السوري او المسلم السني اخر شيء، يعني لانه نحن عم نصف جريمه قانونيه اليوم. هذه الفئة المستهدفة بماله وشرفه وعرضه وما وكل مقومات حياته، هذه بهذه الأسلحة وبهذه الأساليب تدل على أن هناك نية لإبادة هذه الفئة أو هذه الطائفة. الأستاذ عوض الناصر حوشان، عضو مجلس فرع حماة المحامين الأحرار، كل الشكر لحضورك معنا ونتمنى لك يوم سعيد. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا، أهلا وسهلا. نعم مشاهدينا، ومنروح مباشرة سوا لنتابع كيف رح تكون حالة الطقس اليوم بسوريا وبنرجع. مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل معكم، وبعد الفاصل رح نكون مع تأمين بيئة عمل آمنة للنساء، خليكم معنا.
كنا مشاهدين عن جديد، رجعنا لكم بعد الفاصل. مشاهدينا، لا تزال المرأة وخاصة العربية تعاني من التمييز الجندري في مكان عملها، بالرغم من كل التقدم الذي وصلت إليه المؤسسات وانخراط المرأة في سوق العمل، وعلى سبيل المثال التمييز بينها وبين الرجل في مسألة الأجور وغيرها من الأمور التي لا زالت معلقة. صحيح توليب، وبعد مرور 10 سنوات على الثورة السورية، هل استطاعت المؤسسات تأمين بيئة عمل آمنة للنساء تحميهم من عدم التعرض للتمييز ضدهن وتقبل حرمانهن من فرص الترقي؟ في المادة التالية سنتعرف على أشكال التمييز الجندري في العمل ونعود لمناقشة الموضوع، خليكم معنا مشاهدينا. مباشرة مشاهدينا منروح لنرحب بضيفتنا جمانة محمد خير، رئيس مجلس إدارة دعم المرأة. بصبح عليك بداية، يسعد صباحك. صباحك، أهلا وسهلا فيك وبسادة مشاهديني. هلا، بداية، ماذا تعني بيئة عمل آمنة وما هي معايير تحقيقها ضمن المؤسسات؟ هلا، لما أول ما نذكر هذا المصطلح بيئة آمنة للنساء أو بيئة عمل آمنة للنساء، فمباشرة بيخطر ببالك هو حوكمة هذه المؤسسات وأن يكون فيها سياسات وإجراءات ضابطة ونظام داخلي محكم، بحيث يعني يضمن حقوق كافة الموظفين داخل هذه المؤسسة. فعادة عندما يتم توظيف أي فرد جديد لأي مؤسسة، فتتلى عليه النظام الداخلي وتتلى عليه السياسات، ويكون هناك أوراق يوقع عليها، منها مدونات سلوك لها علاقة بحقوق المرأة ولها علاقة بحقوق الطفل.
فغالب المؤسسات الآن اللي تم ترخيصها في تركيا من سنوات هي تلتزم بهذه المعايير، خاصة نحن يعني في تركيا هناك نظام أيضا دولي وقوانين تحكم هذه المؤسسات، فبالنهاية هي كلها ملتزمة وفق القوانين التركية، فعليها أن تتبع هذه الأنظمة بشكل دقيق، وإلا يعني يحق لكل موظف في حال تم يعني انتهاك حق من حقوقه سواء كان رجل أو امرأة أن يتقدم لكل الجهات المعنية هون وأن يعني يتلقى يعني رد حول ما يحدث له من أي انتهاك. سيدة جمانة، هل استطاعت مؤسسات العمل بعد مرور 10 سنوات على انطلاق الثورة السورية تأمين بيئة عمل خلينا نقول آمنة بكل معاييرها للمرأة؟ خليني أفرق ما بين المؤسسات اللي نشأت في شمال سوريا وما بين المؤسسات اللي يعني حصلت على الترخيص في الدول الجوار، وأنا يعني أخص بالذكر المؤسسات التي تم ترخيصها في تركيا. بتركيا بالتأكيد يعني بدأت كمبادرات ثم يعني شوي شوي طورت وبدأت تأخذ الشكل المؤسساتي، وصارت هي ملتزمة مثل ما ذكرت لك باتجاه أنه هي مرخصة عند دولة فيها قانون، فهي ملزمة وفق القوانين التركية. هذا جانب. جانب الآخر، أي مؤسسة الآن يعني ستتلقى تمويل دولي أو إقليمي فعليها أن تلتزم أيضا بمعايير تكون موضحة من البداية أمام هؤلاء المانحين، وعدم الالتزام بها سيسبب مشكلة ويسبب خلل حقيقة في أن تستمر هذه المؤسسة وتنمو. أما فيما يتعلق بالمؤسسات في الشمال السوري فأتوقع هناك لا يزال في يعني ضعف بتبني بعض السياسات أو ضعف تطبيقها على أرض الواقع. أيضا في غياب يعني لسلطات الأمر قد يكون هناك في غياب حقيقي قد يعني ينتج عليه فعلا بعض المخالفات. أنا بذكر هذا الكلام من باب خبرتي حاليا أنا منذ سنة أشغل منصب العلاقات العامة في جمعية عطاء ولها يعني مجموعة مكاتب داخل سوريا بالإضافة إلى مكاتبها في تركيا. فبالتأكيد بتكون النظم في الداخل السوري بدها أكثر انضباط وأكثر صرامة من مدراء المكاتب حتى تتنفذ هذه السياسات. فبغياب يعني سلطات الأمر الواقع أو تأثيرها يجب أن يكون مدراء المكاتب على قدر المسؤولية بتنفيذ هذه السياسات، خاصة إذا كان هناك موظفات ميدانيات يعني لها عمل ميداني وتتحرك إلى البيوت وإلى المنازل وإلى الأسر وتتحرك من قرية لقرية ومن مخيم إلى مخيم. فبالتالي هذه المؤسسة ملزمة بتأمين ليس فقط حمايتها من التحرش بمكاتبها أو أثناء عملها، أيضا حمايتها أثناء التنقل والحركة. فبالتالي هذه الأشياء كلها تدفع ثمنها المؤسسة في حال صار تقصير، لأنه يعني في مؤسسة عطاء مثلها كم كثير من المؤسسات اللي هي حقيقة تربعت الآن على يعني مستوى عالي من العمل. في صندوق شكاوى هذا أساسي بكل مؤسسة لازم تكون موجود. في حال تعرضت هذه الموظفة لأي تحرش هناك صندوق جاهز مباشرة أو صندوق متواجد في كل المكاتب تستطيع أن ترفع شكوى مباشرة لأي جهة أو لأي يعني ضد أي شخص يعني تحرش بها أو سبب لها أي مشكلة. أما إذا كان تحرش من مكتب رئيسي فبالتأكيد يعني في تدرج بالمناصب، وبالتالي تستطيع العودة إلى المناصب العليا حتى إذا تلقت التحرش من الإدارة التنفيذية ذاتها من المدير التنفيذي. هناك بورد، هناك مجلس إدارة، المؤسسات المحترمة لديها مجالس إدارة، هؤلاء يعني لهم تأثير ولهم نفوذ ويستطيعوا إيقاف أي مشكلة، خاصة قضية حساسة جدا مثل قضية التحرش. لا يوجد أي تهاون، يعني أي مؤسسة تحترم نفسها لا يوجد أي تهاون في قضية يعني تعرض النساء أو الموظفات داخل هذه المؤسسة إلى مضايقات أو أي كان. قضية صارت كتير حساسة ولها تبعات خطيرة. هلا يمكن بيجي دور المرأة هون في حال تعرضت لهي المواقف بأنه هي تحكي وتبادر بأنه أنا عم بتعرض هون لأذى، عم بتعرض لتحرش، فهون دور المرأة بيجي لما بتعرض لهذا الشيء إنه هي تحكي لحتى العالم تساعدها. بدي أسألك شو سبب غياب المرأة عن المناصب الإدارية والتنفيذية في بعض المؤسسات أو بعض الشركات اليوم؟ هلأ المؤسسات بدأت تثق بالنساء، خليني أقول يعني الكلام اللي ذكرتي صحيح خاصة في البدايات لسببين. السبب الأول فعلا في ضعف الخبرة في بعض
خليني اقول يعني المراتب المتقدمه بالعمل، هناك في مشكله حقيقه بعدم تواجد خبره في بعض النساء. هذه المشكله موجوده كما هي موجوده عند بعض الرجال، لكن خليني اقول هون بمجتمعنا بشكل عام بثقافتنا العربيه لا تزال هناك ثقه اكثر بعمل الرجل، خاصه اذا كان العمل فيه شيء من المخاطر، فبالتالي هو يعني المؤسسه او صانعين قرار بالمؤسسه يفضلوا ان يعني يتعاملوا مع الرجل كونه قد يكون اكثر تحملا في حال يعني كانت بيئه العمل خطره، خاصه اذا كان العمل ميداني. في سبب آخر هي القضايا التي ترافق النساء من حمل وولادة وإنجاب وأمومة وما يتبعها، بالتالي قد هذا يعني يؤثر على عمل المؤسسين. لكن أستطيع أن أقول أنه بدأت فعلا كثير من المؤسسات تتجاوز هذا الأمر وتتقبله، وأجد التوظيف يعني تزداد عمليات التوظيف حقيقة للنساء في هذه المؤسسات، وبدأت بوادر يعني نجد بعض النساء في 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 في, في مواقع صنع القرار، ولكن لا تزال ليست بالمستويات المطلوبة. يعني لا تزال مشكلة. لكن خليني أقول حتى ما نجلد ذاتنا نحن، هي مش بس موجودة فقط بمجتمعنا العربي السوري، هي في كل المجتمعات العربية هي لا تزال ثقافة، حتى في بعض على مستوى الـ يعني المؤسسات الدولية تجد أيضا هناك هذه المشكلة. فبالتالي حتى يعني نحن نناصر إلها بشكل عالمي، ليس فقط على مستوى مؤسساتنا، هي تحتاج إلى مناصرة يعني عالمية ودولية حتى شوي شوي يعني تزداد تواجد النساء في مواقع صنع القرار. سيدة جمانة، اليوم التمييز بين الرجل والمرأة من ناحية الأجور وأعطاء المرأة أقل، ألا يعتبر ضغط نفسي علي ببعض ما عم شوف هاي الحالات ببعض المؤسسات؟ طبعا هذا ظلم شديد، يعني خاصة إذا كانت المرأة تقوم بعملها على أكمل وجه، هذا ما لا يحق لأي مؤسسة أن تقوم بتمييز بين الرجل والمرأة في قضايا يعني الرواتب. كما ذكرت لك، شوفي المؤسسات التي تملك سياسات واضحة، لديها سلم رواتب واضح، لا يمكن أن تحدث في هذه الخرقات. هذه الخرقات تحدث في المؤسسات التي لا تزال بنيتها التنظيمية هش. بالتالي هي لا يعني لا تلتزم لا بمعايير مؤسساتي، يعني خليني أقول يتبع لدولة، ولا لا يتبع لمانح، ولا لنظم أساسية، ولا لقيم ذاتية داخل هذه المؤسسة. فهذه مؤسسات لا تزال هش. أما المؤسسات الكبرى تحترم نفسها، تحترم ذاتها، في عندها بالتأكيد سياسات قوية جدا وسلم رواتب واضح يطبق على النساء وعلى الرجال على السواسية. أنا في مؤسسة الآن، أنا في منصب قيادي، أنا على مديرة إدارة هنا في هذه في مؤسسة عطاء، بالإضافة إلى منصبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دعم المرأة وأيضا رئيس مجلس إدارة اتحاد رعاية الأيتام. فأتجاوزت هذه المشكلة بالتأكيد، ليس فقط خليني أقول بثقتي بنفسي بالخبرات اللي أمتلكها، لكن أيضا أعضاء مجلس الإدارة كثير منهم من الشباب ورجال في هذه المؤسسات وثقوا بتواجدي، وبالتالي أعطوني هذا الحيز وأعطوني هذه المساحة لحتى ليكون موجودة وأفرض بصراحة وأورجيهم خبرتي وأورجيهم أنا شو بقدر أقدم. فشافوا في يعني لو ما شافوا في عمل نوعي ما تقدمت هذا الأمر. فخليني أقول يعني على النساء أن تبني قدراتها بشكل جيد، يعني خليني أقول بدك تدخلي هذا المجال، بدك تتعبي على حالك سواء كان باللغة أو كان بأي مجال، نعم بالمهارات حالك بأنه تكوني قوية. حتى الأمر الآخر خليني أقول السمعة، نحن عندنا مشكلة في حال أي امرأة يعني أساءت التقدير بطريقة أو بأخرى، في مشكلة بالسمعة، في مشكلة بالحديث عنها. في أخيرا في نهاية حوارنا سيدة جمانة، كيف نخلق بيئة عمل آمنة للمرأة في العمل؟ بالتأكيد النظام الداخلي المحكم، السياسات، الإجراءات، المدونات السلوك التي يجب أن يوقع عليها كل موظف، الموظف الذي يوقع من اليوم الأول على مدونة السلوك التي لها علاقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل، هذا لن يجرؤ على اختراقها. لما بيشوف بالسياسات الداخلية أنه في حال قيامه بتحرش تجاه أي زميلة من زميلاته عقوبة الطرد المباشر، هذا لن يجرؤ. الشباب بالكاد يعني تجد عمل، فهو سيتمسك بعمل ولن يرجع على القيام بأي تحرش اتجاه أي زميلة. نعم سيدة جمانة، بنعتذر لضيق الوقت، كنتي معنا اليوم لنحكي أكثر عن البيئة الآمنة للمرأة وكيف نستطيع أن نؤمنها لها. شكرا رئيس مجلس إدارة دعم المرأة، شكرا جزيلا لحضورك. أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية. بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في الشمال السوري وانخفاض قيمة الليرة التركية المتداولة، نظم المعلمون في مدينة عزاز وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم. حلب اليوم التقت ببعض المعلمين للوقوف على مطالبهم. منتابع سوا مشاهدينا. جئنا لنطالب بحقوقنا، ومنها الحقوق المادية، ومنها زيادة الراتب الذي لا يكفي لثلاثة أيام من الشهر. وأنت تعلم أخي الوضع المادي الذي تعاني منه المنطقة بسبب تردي الأوضاع المادية والمعيشة الصعبة، فليس من المعقول أن مربي الأجيال يتعرض لهذا الضغط وهذه الإهانة. فلا أعتقد أن مربي الأجيال يجب أن يحوي وظيفة أو وظيفتين أو ثلاثة حتى يؤمن لقمة العيش لأبنائه. فاليوم مربي الأجيال يجب أن يكتفي بتحضير مادته الدراسية ليتقنها إتقانا تاما ويعطيها إلى الأجيال كي يقوم وينهض بأمته، وليس لكي يتسول في الشوارع ويذهب إلى وظيفة ووظيفة ووظيفتان كي يؤمن لقمة العيش. فهذه أدنى المطالب. ثانيا، المطلب الأساسي والمهم هي كرامة المعلم. فأنتم تلاحظون في الآونة الأخيرة أن حتى الأهالي أو حتى الجهات الأخرى أصبحت تنظر إلى المعلم نظرة عادية أو نظرة إهانة، أو كأنه لا يمثل شيئا أبدا، أو كأن ليس له أي قيمة. الواقع التعليمي كالمشاهد وكالمعروف إعلاميا قد أصيب بنكسات كثيرة على مستوى منطقة الشمال المحرر جميعا، وأن الرواتب قد تدنت إلى حالة لم يعد المعلم فيها قادرا على تأمين مصروفه في الذهاب والإياب وبعض المصروفات البسيطة، مما انعكس على وضعه الاقتصادي السيء والمعيشي الضيق، خاصة في أغلب من المعلمين ما يتجاوز النصف هم عبارة من معلمين المهجرين والنازحين في الشمال السوري. وقف المعلمون هنا في مدارس مدينة عزاز وفي مدارس مخيمات عزاز ليؤكدوا على مطالبهم التي خرجوا من أجلها في المرات السابقة في الوقفات السابقة، مطالب تحسين واقع التعليم، الارتقاء بالمستوى المعيشي للمعلم، ليحيى المعلم حياة كريمة، ليستطيع أن يقوم بواجباته التربوية تجاه الأبناء. نعم مشاهدينا، رجعنا لكم أكيد، ومشوارنا الصباح مكمل معكم. بعد الفاصل رح نكون مع قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة بأمانة. ما بين التراث والثوابت، وما بين الحداثة والواقع، ما بين ثبوت النص وتعدد قراءاته وشروحه، وما بين العقل والمادة. في عصر التحديات الأكثر اتساعاً يخوض المسلمون اليوم معركة الوعي والفكر. في برنامجنا الإسلام والعصر معي أنا محمد سرحيل، نطرح أسئلة العصر الكبرى عن الإسلام وإشكاليته في نظر الآخر. نناقش العديد من القضايا المستجدة بلسان العصر ومقاصد الشريعة.
منرحب فيكم مشاهدينا عن جديد بآخر فقرات حلقتنا لليوم. وصلنا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول رهاب التكلم أمام الجمهور وتأثيره على المستقبل المهني. طبعا التعليق الأول من عبود أبو البراء عم بيقول متمني بس بخجل. أبو العباس قيصر الشمال عم يقول قليلا متعود دوم دروس أمام الطلاب. تعليق آخر من نوار رئيف عم بتقول الحمد لله لا دائما أشعر بالثقة عندما أتحدث. نعم تعليق آخر من ساجدة الشيخ عم تقول بالبداية كنت لاقي صعوبة كبيرة بعدين صرت وقف قدام المراية وأحكي وأعطي نفسي ثقة وقوة أقول رح أنجح هيك. خلال فترة قصيرة جدا تلافيت هاي الصعوبة واستمريت بكل قوة وثقة بفضل من الله عز وجل. مباشرة مشاهدينا منرحب بالدكتور إيمان تلو طبيبة نفسية لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة إيمان. تابعتي معنا التعليقات، شو رأيك بما ورد فيها وشو رأيك أنت بالأشخاص يلي بيكون عندهم رهاب بالتحدث أمام الجمهور؟ تمام. رهاب التحدث أمام الجمهور اللي يعني عنوان هالفقرة تبعكم هو حقيقة بينطوي تحت عنوان اللي السوشيال فوبيا اللي هو الرهاب الاجتماعي، بمعنى بأنه الشخص يشعر بالخوف والقلق الشديد عندما يكون تحت الأضواء أو في محط الأنظار، يدفع هذا السلوك إلى التجنب، تجنب هذا الشيء ويؤثر عليه في المستقبل من عدة نواحي اجتماعية أو أكاديمية أو مهنية. فهو بالنسبة للطب النفسي ولعلم النفس يعني اضطراب أو مرض بشكل بسيط أكيد يحتاج إلى إجراءات وإلى علاج. نعم. طيب الشخص اللي ما عنده هذا الرهاب هل هو بني آدم طبيعي، يعني أنه ما بيخاف مثلا أنه يحكي أمام الجمهور، ما عنده أي مشاكل؟ لأنه يعني بتلاقي ثلاث أرباع العالم عنده هذا الشيء، يعني نادرا ما تلاقي حدا عنده هاي الجرأة وما بيخاف أبدا وبيحكي بكل ثقة من أول مرة يعني. تمام. أكيد هذا الطبيعي لأنه نحن بشر، يعني عم نحكي أمام بعضنا البعض. يعني أنا لما بطلع أحكي على القناة الفضائية أو بيطلع أي شخص بيحكي أمام جمهور أو يلقي محاضرة أو كذا، فهو أمام بشر، أمام ناس يعني مثله تماما، فما هن لا وحوش ولا شيء مخيف ولا هن يعني شيء من الفضاء ولا شيء أنه لا يقدر أنه يتعامل معه. فعدم القدرة على المواجهة هي طبعا هي مرضية وبالتالي الطبيعي إيه، لكن وحتى من الفترة هذا الأمر جدا طبيعي. لكن تأتي خير إذا حابين نحكي بشيء مفيد، يعني موضوع التربية، موضوع تربية الطفل من الأساس هي اللي بتزرع فيه هذا الخوف وبتجعله غير طبيعي. نعم. يعني بما دكتورة إيمان لو تخبرينا، عفوا غير التربية اللي انت كنت عم تذكريها، شو هي أسباب التوتر والرهاب اللي ممكن نشوفها عن بعض الأشخاص؟ هلأ مثل يعني كل باقي الاضطرابات النفسية مجموعة أسباب، مجموعة أسباب، ما هو سبب واحد. دائما بنقول السبب الجيني، السبب الكيمياء، كيمياء المخ، السبب التربوي الاجتماعي، فمجموعة عوامل تخرج لنا شخص بهذا الشكل. لكن هذا الموضوع بالذات الحقيقة أهم نقطة فيه هي كيف تتعامل مع الطفل حتى يصبح في الكبار بهذا الشكل، حتى بالصغر بيبدأ عنده هالمشكلة هي. يعني لما باختصار بيكون في أسلوب تربية للطفل قمعية يقمع منذ الصغر عن أن يعبر ولا يسمع له إذا أراد أن يتكلم، فعرفي أنه هذا الطفل أول شيء حيبدأ عنده رهاب في مدرسته يوم اللي بيكون فيه تسميع أو في شفهي أو بده يلقي موضوع بشكل شفهي يعني ما هو كتابي، فيا إما ما بيغيب عن المدرسة، بيتحجج أنه مريض، أنه بطنه عم توجعه، أو أنه بيحاول دائما يخبي راسه بالصف حتى المعلمة ما تشوفه وتقول له اطلع أنت تحدث عن الموضوع أمام رفقاتك. يعني فهذا الشيء بسبب أنه الأهل في التربية الحازمة اللي هن بيعتقدوا أنه نحن بدنا ننشئ طفل محترم ومهذب ويحترم الكبار والآخرين، فدائما نلجأ للقمع. إذا أراد أن يسأل مثلا أمام الكبار بنقول له لا اسكت عيب لا تسأل، إذا بده يبدي رأيه بنقول له لا ما بصير قدام الكبار، ما بصير تحكي قدام الكبار، بتوطي نظرك، قدام الكبار بتوطي راسك، دائما مسكته أنت ما بتفهم، أنت ما بتعرف شيء، أنت اسكت. فهذا القمع المتواصل
طبعا بيسبب عند الطفل يعني ضعف الثقة بالنفس، الشعور بالخوف انه انا عم بعمل شيء خطأ كبير وخطير، وهذا بيعرضني للمساءلة والمحاسبة امام اهلي والتعنيف والعقوبة. فاذا انا هذا الشيء اللي عم بعمله بالعقل الباطن بيبدأ يتجنبه حتى يحمي نفسه من اللوم ويحمي نفسه من هذا الشعور. فإذا خلينا نقول هذا أهم سبب، ومنشوفه متدرج معه، يعني بيتدرج معه بالمدارس دائما بيهرب مثل ما حكينا من المذاكرات الشفهية، بفضل دائما الكتابي، بخاف من الفحص الشفهي، بخاف من إلقاء الكلمة، ما بيشارك الإذاعة المدرسية، ما بيشارك الاحتفالات. فدائما بهذا الشكل بتشوفي بيكبر شوي، فحتى لما بيصل للجامعة كمان بيتأخر بجامعته لأنه بغيب كثير عن الدروس اللي فيها عملي أو فيها إلقاء أو فيها محاضرات. فدائما عنده يعني خوف من هالموضوع. بيجي للمرحلة المهنية كل وظيفة فيها مقابلة أو بده يقدم نفسه أو بده يحكي شوي، فعنده ارتباك. نعم بيخاف وعنده ارتباك وهكذا. فبتشوفي حتى بالحياة الاجتماعية كان بنت أو شاب لما بيتقدم للخطبة أو هي لما بتنخطب كمان ما بتقدم، تقدم على الزواج وعلى الخطبة. نعم دكتورة إيمان، متى تصبح الحالة هنا مرضية وتحتاج لمختص مشان يتم العلاج برأيك؟ في كل المراحل، إن كان مرحلة الطفولة مثلاً أو عند الكبر لما بيشعر الإنسان هو خلص إنه عم بيفشل بهالأمور، يعني ما عم بيقدر على التواصل، عم تمنعه يتقدم في للوظائف للعمل، بدأت تظهر عنده دائماً أعراض، كل ما فكر بهذا الأمر بيشعر بالتوتر والخفقان وضيقة النفس ونشفان التم والرجفة والرعشة. البنت مثلاً صارت طبيعي، صار وقت الخطبة والزواج ما عم تقدر إنه تتعامل مع هالموضوع بشكل طبيعي. ففي مؤشرات، احيانا الاهل هن بينتبهوا على الطفل، المعلمه بتنتبه على هذا الطفل. في كل هالحالات هي لما بنشوف عند هالانسان هذا عنده هالاعراض الواضحه، عنده التجنب، بدا يتجنب هالامر بشكل نهائي ويغيب الى ما هنالك، فهون يجب عرضه طبعا على كان في المدرسه يعرض على الاخصائي والمرشد النفسي، اذا كان في ضروره يعرض على الطبيب النفسي، لما بيكون بيكبر كمان بيعرض على الطبيب النفسي. دكتوره ايمان، بالختام لو تخبرينا كيف ممكن نتجاوز هي الحاله؟ يعني هلا اذا كانت حاله بسيطه ممكن الانسان يعني في بداياته يهتم بشيء اسمه يطلع على مواضيع تدريبات الاسترخاء، تدريبات التنفس، يعمل تدريبات مثلا عنده القاء شفهي، يعمل هو تدريب يلقي هالمحاضرة أو المقابلة أمام أسرته. دكتورة تعقيباً على كلامك، على الرغم من أنه الكثير من الأعمال باتت مرتبطة الآن بالحاسوب، لكن رهاب الجمهور إلى أي مدى يمكن أن يعطل حياة الإنسان المهنية حقيقة؟ يعني لو أنه نحن عم نشتغل يعني أونلاين والمواضيع عم تكون يعني مثل ما تفضلتي، بس بيبقى طبعا مواجهه المجتمع، عندك مواضيع ثانيه، يعني مواضيع الحياه الاجتماعيه، الارتباط، الزواج، مواضيع ما قبل الحياه المهنيه، فالموضوع طبعا يعني معقد جدا. يعني قد يحل مشكلته من ناحيه مثلا انه هو وجد عمل من خلال الحاسوب فصار عنده دخل، لكن اجتماعيا بيكون غير قادر على التواصل، يفقد حياته الاجتماعيه، يفقد حياته العاطفيه. فدائما في مشاكل بتحصل رغم التقدم اللي نحن وصلنا له مثلا من ناحيه العمل من خلال الحاسوب وتامين بعض الدخل، لكن ما بيقدر يعيش حياه الجوده الانسانيه والطبيعيه اللي بيعيشها اي انسان طبيعي. نعم. شكراً لك دكتورة إيمان تلو، كنتي معنا اليوم للحديث عن التحدث أمام الجمهور أو رهاب التحدث أمام الجمهور. شكراً جزيلاً لحضورك معنا وسعد صباحك. أهلاً وسهلاً وسعد صباحكم بأمان الله. مشاهدينا لهون بنوصل لختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ومن برنامجكم صباح سوري نلاقيكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء. طبعا تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.